وعليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، ايش المشكلة اللي موجودة عندك؟ المشكلة الآلام أنا ايش؟ أحكي، أنا عندي آلام بالركبة، تكلس بالركبة ما اختلفنيها، وعندي ضيق ربو عند الربو، وين فهمت؟ كمان؟ اي انا مش عارف وحكيت ايش لك حكاية النت، فصل النت مرة ثانية. نعم؟ يا استاذ سمعت، أسمع، النت عندك ضعيف، النت عندك أنا سيء، أسمع، كونكسيو فيري فيري باد أنا أسمع يا بيك، استاذ. أسمع طيب انا فيك، اسمع أسمع فيك. حلو قوي. ايوه طيب، انت عندك الام في الركبه صح؟ أي نعم 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 غمض عينك أغمض. الان، هتبص تلاقي ان ركبتك فيها نبض، حصل نبض في الركبه صح؟ نفض؟ لا بعد، طيب لا بسم لا الله، اعوذ بسم بالله من الله. الشيطان الرجيم. والذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا. واذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رجلك فيها نبض الآن صحيح؟ فيها شوية، فيها شوية، مش كتير، شوية. طيب قل بسم الله. بسم الله. الآن هتبص تلاقي إن في برودة بتخش في ركبتك، أو في حركة في ركبتك اللي هي تعبانة. إيه في شوية حركة، في حركة. طيب قل بسم الله. بسم الله. أنت لما كنت تيجي ترقع أو تسجد تلاقي إن في ألم في ركبتك صح؟ أي آلام فظيعة قوية. طيب الآن قوم حرك ركبتك، مش هتلاقي فيها ألم نهائيا. في التكلس بعده، الآلام نقصد التكلس موجود، وأنا ما أقدر أطويها، ايه ما أقدر أطويها. طيب ما تنطوي. قل بسم الله، بسم الله. يسكن الألم في هذا الموضع الآن بإذن الله. حركها الآن، مش هتلاقي فيها ألم إن شاء الله. الآلام نقصت بس الطوي يبقى دائما ناقص شوي، فيه تحسن. قل بسم الله، بسم الله. قل بسم الله كمان مرة. بسم الله. أنت صلك 6 سنين ما بتحركش ركبتك دي صح؟ صح. طيب قول بسم الله بسم الله. كمان مرة، قول بسم الله. بسم الله. اللهم اشف عبدك ينكى عدوك وامشي إلى صلاة. يا حاج حرك رجلك الآن إن شاء الرحمن، ما راح تلقى فيها ألم نهائيا. أي في تحسن بس بعده ما تنطوي بشكل نهائي، في تحرك، في ترى تتحرك، يا في حاج تحسن صل على كبير. النبي، اللهم صل وسلم عليه. فتح لي عينك كده. ها شيء انا ما بستخدموش لمده 6 سنين تمام، ها وركنه، وش اللي بيصير فيه؟ بيصلي. يصير بالطبع. حاجه انا ما بستخدمهاش بقالي 6 سنين، وش اللي بيصير فيها؟ اتحجر. بيصدي بالطبع. حلو، انا بيك تقوم تمشي على رجلك، لو تكرمت رجلك هتطق معاك، هتطق يعني هتعمل صوت كده. قول بسم الله، حرك رجلك. بسم الله. طقت رجلك؟ هي في هي صح. ايوه، طقطق طقطق طقطقه ديت ان اهي ابتدت تشتغل. طقطق هي موجود، موجود. طقطق الله طقطق، يسعدك. امشي 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 امشي، خليها تفك، امشي. خفت كتير ما الحمد لله. خفت كتير، اتني رجلك راح هتقدر تتنيها، اتني ما راح تلقى لها نهائيا. في بعد
ما اخترك ايه في بعد الم قل بسم ما الله فيها. قل بسم الله بسم الله لو تلاحظ تمام ما فيها. قل بسم الله بسم الله اطلع وانزل تاني الالم اللي كنت هتلاقيه في المكان ما راح تلقاه في المره الثانيه انزل مره ثانيه راح الالم اللي انت كنت بتحس بيه في المره الاولى لا بعد ما اختفي يقول قل بسم الله بسم الله طيب ارفع مره ثانيه في ألم الآن في ركبتك ولا رايح؟ لما أثني تصير في ألم. طيب أنت قول بسم الله. بسم الله. أثني ركبتك ما راح تلقى ألم إن شاء الله الآن. لا تحمل عليها، ترى هي بقالها سنين، 6 سنين أنت ما تشتغل عليها، فطبيعي أن يكون فيها الشك دي، لكن قول بسم الله وانزل. إي هذا ما قدرت. تمام. طيب امشي على ركبتك كده امشي على ركبتك امشي عليها امشي امشي ايوه امشي بتطق معاك ركبتك صح اي في طق طيب طق 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 انت لما كنت بتمشي كنت بتحس بالم وانت ماشي صح اي بتبيع طيب حاليا الان مفيش ايه من نفسي ما احس بالم بتقول ايه اذا امشي ما احس بالم الا اذا انا قعدت على يعني اثنين الا اذا انا الا اذا ردت اثنين يصير في الم طيب انت الان اقعد واثنيها بالراحه كده في ألم طيب قل بسم الله بسم الله وله ما سكن في الليل والنار وهو السميع العليم وله ما سكن في الليل والنار وهو السميع العليم يسكن هذا الألم الآن الآن الألم في نفس الموضوع اللي انت تاني فيه كده فيه موجود فيه ألم طيب لما انا تاني موجود انا طيب اقعد على الكرسي اجلس على الكرسي تسمع فيا اسمع فيك بس انت اساسا النت عندك مره سيء لدرجه لا توصف بص يا سيدي الكريم اول حاجه انت رجلك لما تعملها كده تقدر انك انت تعملها كده وترجعها صح اي الاول انت ما كنتش تقدر تعملها كده خالص ما يعني درجة بسيطة من لما نسويها بالشكل هذا شوية بس طيب حاليا انت دلوقتي قوية بالظبط كده هي حاليا قوية لكن كل ما انت بتكز بتحس بألم ليه؟ لأنك انت راكب ركبتك بقالك 6 سنوات بالطبع. فأنا بيك عايز حد من أبنائك يمسك زيت زيتون دافي ويبدأ إن هو يتهلك ركبتك كده ويقرأ على زيت الزيتون صورة النمل وصورة الغاشية والضحى ويبدأ إن هو يتهلك ركبتك لمدة 7 أيام وتتواصل معي مرة تانية طيب؟ ماشي شيخ من ناحية ضيق الربو الربو ده حنبقى ننزل له وصفات إن شاء الله واللي سألتك عليها بخصوص العوارض واللي أشوف فيها بالنسبة للعوارض والأشياء اللي أنت ذكرتها دي كلها هو كل إنسان يعني معرض إن هو يصاب لأذى الجن وأذى الشياطين وعشان يغني نفسه ويحمي نفسه من كل هذه الأذية لازم إن هو يحافظ على الصلوات المفروضة قدر الإمكان في المسجد فأنا عايزك إنك أنت قدر الإمكان تروح المسجد تصلي فيه لو الظهر والعصر والمغرب في المسجد والعشاء لو قدرت ببعض الفروض والفجر لو قدرت مثلا يوم ورا يوم كله بيزول إن شاء الله إن شاء الله جزاك الله خير بارك الله فيك السلام عليكم إن شاء الله أنا أخذك بعد 5 أيام